2 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، ونتمنى أن تكونوا جميعا بألف صحة وعافية، وعافانا الله جميعا من هذه الأمراض وهذه الأوبئة. محدثكم بدر الجهوري، ومعي هنا على البث الدكتور أسعد الحضرمي، أستاذ القانون بكلية الزهراء وعضو مجلس إدارة جميع عمان الموارد البشرية. نحن اليوم في فعالية مهمة جدا جدا جدا، وهي جلسة حوارية تحديدا عن قانون العمل العماني وتداعيات أزمة فيروس كورونا على سوق العمل بالسلطنة. لا ننكر أن الأثر الأكبر هنا للفيروس هو على المستوى الإنساني، ولكن القطاع الأكثر تأثراً بعد المستوى الصحي الإنساني هو سوق العمل. البث موجود على مايكروسوفت تيمز، وأيضاً موجود هنا، فأنا عندي كاميرتين، موجود أيضاً على الانستغرام، فاللي يتابعون الانستغرام حياهم الله هنا على حساب أشرم، واللي يتابعون على مايكروسوفت تيمز بإمكانكم أن تطرحوا الأسئلة، والأسئلة يمكن تطرحوها خلال البث، ولكن سنتطرق لها لاحقاً في فقرة الأسئلة. دكتور أسعد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بالسادة المشاهدين. حقيقة استخدام جيد لهذه التقنية، ولذلك يعني الأمر الحمد لله يعني أول مرة حقيقة أظهر على الانستغرام لايف، وكذلك استخدام هذا البرنامج، ويبدو أنه هذه الجائحة خلتنا نتعلم هذه التقنية، وإن شاء الله أنها تكون مؤدية إن شاء الله للنتائج جيدة على صعيد الاقتصادي، على صعيد الأعمال، حتى على صعيد الجوانب إدارة موارد بشرية، وعلى حتى الجانب القانوني إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور أسعد، خلنا نبدأ بأهم موضوع هنا، الموضوع سوق العمل. يعني الأزمة ليست فقط في السلطنة، الأزمة عالمية جدا. يعني الولايات المتحدة فقط، إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة فقط، هناك حتى اليوم 20 مليون شخص تقدموا بطلب unemployment claim، أي أنهم توجهوا إلى الحكومة ويقولوا أن احنا فقدنا وظائفنا. 20 مليون شخص مقارنة ب 650 ألف خلال الأزمة المالية ب 2008. هذا ابني الحين جاي. في الهند قرابة 200 مليون شخص، 200 مليون شخص يعملوا بمرتب 2 دولار يوميا. فالأزمة هنا انه يا نموت بالمرض يا نموت جوعا لأننا وظائف. ننظر للسلطنة، في السلطنة هناك أزمتين حاليا. هناك أزمة أسعار النفط القائمة، وهناك توقف الأعمال بسبب الفيروس. نتساءل هنا، ما دور قانون العمل في هذه الأزمات؟ أو نكون أكثر وضوحاً دكتور أسعد، ما مدى شمولية هذا القانون للأزمات الكبرى؟ تفضل. نعم، في الحقيقة أنه قانون العمل وأي قانون وأي تشريع لابد أن يمر بعدة مراحل، يعني هي المراحل التي تكون ذلك القانون. فإذا ما تكلمنا عن قانون العمل العماني، نجده يعني نوعا ما حديث في مواكبة العديد من النقاط التي لم تمر بها السلطنة. الحمد لله يعني احنا في السلطنة كنا بمنى عن كثير من هذه الأحداث اللي قد تكون تؤثر على الجانب الاقتصادي، تؤثر على الجانب القانوني، تؤثر حتى على تنفيذ العقود. فلعل التجارب الدولية العالمية في ذلك كانت أوسع لمرور هذه الدول بحروب، لمرور بها بأعاصير، بكوارث طبيعية تؤدي إلى توقف الأعمال لأشهر طويلة. ولعله سبحان الله يعني قدر الله أنه تحصل مثل هذه الجائحة حتى نلتفت لمثل هذه الأمور القانونية الاعتناء فيها، وحتى يواكبها القانون. قانون العمل العماني مثل ما أسلفت أنه قانون حديث بمعنى أنه يعني صادر من 2003، فالحمد لله هذه الفترة لم 17 سنة. نعم 17 سنة، ليس حديث،
في ظل التسارع التكنولوجي، ليس حديث 17 سنة. صحيح صحيح، لكن أتكلم أنه حديث بمعنى أنه لم تمر السلطنة بأي كارثة طبيعية يعني، أو بأزمة سياسية معينة أدت إلى توقف العقود، توقف الأعمال، ونحمد الله عليه. لذلك لم يواكب قانون العمل العماني مثل هذا الوضع الاستثنائي الذي يعني تمر فيه السلطنة الآن، وهي فرصة حقيقة لمراجعة القانون، لوضع النقاط على الحروف في التعامل مع مثل هذه الأزمات، وفرصة حتى يعني لا نتكلم حتى من جانب سلبي، وإنما كذلك من جانب إيجابي في مسائل كثيرة منها. يعني الآن فرض علينا العمل عن بعد أو العمل من المنازل، فما موقف القانون ونظرته؟ هذه كلها أمور تحتاج إلى مواكبة تشريعية يواكب هذه النقاط حتى يغطيها، وحتى يستطيع القانون أن ينظر لها. يعني قانون العمل العماني لم يتعامل مع الفصل لأسباب اقتصادية مثل كثير من الدول التي بها مثل هذا التنظيم، الفصل لأسباب اقتصادية وإنهاء العقود بسبب تأثر الشركات اقتصاديا. يعني قانون العماني الحمد لله هو قانون حمائي، ورصد أو تم تشريعه بناء على اقتصاد يعني مستقر، وهذا هو الواقع اللي كنا نعيشه طول السنوات السابقة. لكن رب هذه الجائحة يعني ترقي بظلالها لتعديل القانون وضم مثل هذه الأمور منها التأثيرات الاقتصادية. دكتور، بما أن هذه الظروف، هذه الجائحة تعتبر ظروف قاهرة بين قوسين، هل يمكن في هذه الظروف للمؤسسات الاعتماد على بند الفورس ماجور وما يترتب عليه من إجراءات قد تؤدي إلى تغيير عقود، إلى إلغاء عقود بالكامل؟ هل هذه ذريعة لهذه المؤسسات لاستخدام الفورس ماجور هنا؟ طبعا الفورس ماجور هو الظروف القاهرة. نعم، الحقيقة أن قانون العمل العماني أو بشكل عام عقد العمل منظم على أساس أنه عقد مختلف. الفلسفة اللي يقوم عليها قانون العمل في أي دولة من الدول هو القانون الحماية الذي يحمي هذا الطرف. وإذا ما تكلمنا بشيء من التوسعة في ذلك، يعني نتكلم عن مسألة الاقتصاد الحر القائم سابقا منذ الثورة الفرنسية التي أدت بتبني هذا الاقتصاد الحر، وأدت هذه الحريات إلى إيش؟ إلى اتساع الفجوة ما بين أصحاب العمل وما بين طبقة العمال، وبالتالي أدى ذلك إلى تدهور في حالة العمال. هنا تدخل المشرع أو تدخل القانون، وبدت الفكرة في إصدار قانون اجتماعي بدءا من حماية هذا الطرف، أو الحديث عن تفاصيل دقيقة تجعل من كثير من النقاط القانونية التي تحيط بعقد العمل مختلفة تماما عن باقي العقود. لذلك لو تكلمنا عن القوة القاهرة أو الظروف الطارية التي تؤدي بجعل الالتزام مستحيلا أو مرهقا على هذا المدين، نجد أن تطبيقاتها في قانون العمل جدا ضئيلة أو أنها غير منطبقة إطلاقا، لأننا نتكلم عن عقد مختلف عن العقود الأخرى. فالظروف القاهرة هذه والظروف الطارية ممكن تطبيقها على عقد البيع أو عقد الإيجار فيما لو حصلت يعني أسباب أجنبية. عندنا ممكن تطبيقها في موقف ضيق اللي هي إغلاق الشركات، ولكن القانون العماني مثل ما تحدثنا قبل شوي هو قانون حديث في التعامل مع هذه النقاط، فيعني مالت كفة الحماية على كفة الموازنة أو تبني مثل هذه الأمور التي تتكلم عن قوة قاهرة. فلذلك نجد في المادة 47 يتكلم عن الإغلاق النهائي ولا يتكلم عن الإغلاق المؤقت أو الإغلاق الجزئي، فما اعتبر للقوة القاهرة أي تطبيق. ممتاز. طبعا أعزائي المشاهدين، علشان بس نعطيكم معلومة، أن التحضير لهذه الفعالية بدأ قبل أكثر من أسبوع. وقتها كانت الأمور غامضة جدا، التعليمات الأخيرة اللي صدرت من اللجنة ما كانت موجودة، فكان هناك كثير من الغموض، وكان الهدف هنا أن نحاول أن نجيب على بعض هذه. الآن صدر هذه التعليمات، صدرت التعليمات وأوضحت الكثير من الغموض. السؤال يطرح نفسه هنا دكتور أسعد، ماذا يترتب على المؤسسات التي في وقتها اجتهدت
واتخذت قرارات بناء على فهمها للوضع. ماذا يترتب عليها الآن بعد أن صدرت قرارات خاصة باستقطاع رواتب، استخدام رصيد الإجازات، التفاوض مع الموظفين؟ نعم، الحقيقة أنه كثير من الممارسات التي سمعنا عنها، ما أعرف يعني هل أبالغ في الوصف، أنه حقيقة في قرارات كانت مستعجلة بشكل مبالغ فيه. يعني الإغلاق، إذا ما تكلمنا عن الإغلاق، صدر في 17 مارس فعليا، فقبل ذلك كانت الشركات مستمرة وكان العمل مستمر، وإن كان يعني هناك في ضعف اقتصادي مثلا أو في ما القوة الشرائية، لكن نتكلم عن الإغلاق الحقيقي وقع في 17 مارس. فاستغرب من شركات بدأت من شهر مارس في تطبيقات غريبة مثل اقتطاع أجزاء من الراتب وغيرها من الأمور التي أدت حتى إلى تذمر كبير. وصل يعني الأمر إلى السوشيال ميديا والحديث عن ذلك على مستوى واسع في المجتمع. فهذه الممارسات أنا أجدها يعني بلا شك مخالفة للقانون، لأنها بدت مستعجلة، ما كانت على أسباب حقيقية. حتى أنه اليوم إذا ما تكلمنا عن قوة قاهرة أو عن ظروف أو تأثيرات مترتب عن الإغلاق، نقول أن هذه الشركات اللي بدأت من شهر مارس تطبق هذه الإجراءات ما عندها أي إثبات على أنه تأثرت، على أنها أغلقت، فيكاد يكون حتى السبب اللي يستندوا إليه منعدم في هذه الحالة. لذلك أنا أجد أنه هذه ممارسات يعني تعسفية. هذا نتكلم طبعا بشكل عام، لأنه تعرف النظرة القانونية دائما تتحدث عن كل حالة على حدة. بالتالي في هذا، قبل صدور البيان الأخير اللي أوضح الكثير من الغموض، اتحاد العمال رصد أكثر من 50 حالة مخالفة، وهذا المصطلح الذي استخدمها اتحاد العمال، أنها مخالفة للقرارات، مع أن القرارات كانت غامضة، القرارات ما كانت واضحة جدا. فهل حقيقة هذه مخالفات مثل استقطاع الأجور، مثل دفع الموظفين لاستنفاد رصيدهم من الإجازات السنوية؟ نعم، لاحظ معي يا أخي بدر إنه دائما إذا أي سلوك سواء كان مدني أو سلوك جنائي، إذا كان يعني يتعارض مع قانون، فإنه إيش يسمى مخالفة. لذلك عندما يصرح الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بأن برصد مخالفات، هي بالفعل مخالفات لأنها لم تكن مستندة إلى أساس قانوني يجيز ذلك. مثل ما قلنا أنه قانون العمل هو قانون حماية، لذلك يعنى بحماية أجور العمال، فأي استقطاع من هذه الأجور بدون يعني تشريع يعتبر مخالفة. لذلك أن وصف مخالفة يعني يطاله طالما أنه ما كان مقنن قانونا. لذلك الحقيقة يعني التدخل هذا من اللجنة العليا في إبراز العديد من الأمور التي كانت فارغة من التشريع العماني، لم تكن منظمة، جاء ليحل هذه الإشكاليات جميعا، جاء ليعالج هذه النقاط التي لم تكن وحقيقة مرسل لخروج هذه الشركات من هذه الأزمات، يساعدها حتى في عملية تفاهم ما بين الطرفين. خلنا ننظر إلى هذه الممارسات وننظر لها بتفصيل أكثر. لنبدأ من موضوع الاستقطاع، استقطاع الرواتب سواء بشكل نسبي. بعض المؤسسات قالت للموظفين سنقتطع هذا الشهر أو الشهر اللي بعده وسنعوضكم لاحقاً. بعض المؤسسات طلبت من موظفيها أنهم يخرجوا في إجازة بدون راتب. بعض المؤسسات طلبت من موظفيها استنفاد رصيدهم الإجازة السنوية. والرصيد الإجازة السنوية صحيح أن اللجنة تحدثت عنه، ولكن أليست هذه الإجازة السنوية حق أصيل للموظف مثله مثل الراتب؟
وبالتالي المساس به هو ايضا مساس المستحقات الماليه للموظف. فعندنا ممارسات مختلفه، كيف ايش ردك لكل واحد من هذه الممارسات؟ نعم، اذا نتكلم نعم بشيء من التفصيل عن موضوع الاجازات السنويه. الاجازات السنويه يعني خلينا نكون منطقيين ونتكلم من واقع يعني متزن في هذه المساله، لان الامر يعني نتكلم عن حقوق متضاربه المصالح ما بين صاحب العمل وما بين العمال. لذلك يعني طال الحديث هذه مسألة الإجازات وعملية خروج العمال لها. إذا ما تكلمنا عن صاحب الحق في تنظيم الإجازات، السؤال الذي يطرح نفسه، هذه السلطة رسمها المشرع ورسمها القانون لصاحب العمل، هي ليست سلطة متروكة للاتفاق أو الاختيار من العامل. وبدليل على ذلك العديد من المؤسسات يفترض أن إجازاتها في مواسم معينة، هذه المواسم مرتبطة بمصلحة العمل. إذا المشرع عندما قرر مسألة تنظيم خروج الإجازات ربطها بمصلحة العمل، والتي من يقررها؟ يقررها صاحب العمل. لذلك هي تدخل من ضمن السلطة الإدارية لصاحب العمل في تنظيم شؤون العمال. وقيس على ذلك مثل المؤسسات التعليمية التي يكون إجازاتهم في الصيف، نتكلم عن مثلا المؤسسات السياحية والفنادق وغيرها التي يكون بالعكس يمكن إجازاتهم في الشتاء عكس الصيف، وهكذا حسب المواسم وحسب طبيعة العمل. لذلك طالما هي سلطة لصاحب العمل، هذا من جانب، فهو من ينظم عملية خروجها. الجانب الآخر يعني الحقيقة أنه يعني مسألة خروج العامل للإجازة، إذا ما تكلمنا عن الوضع الآن والطرح اللي يطرح من العديد من العاملين في القطاع الخاص، أنه هو ما استفاد من هذه الإجازة. يعني على العكس تماماً، أنا أجد أنك يا عامل الآن أنت متمتع بإجازتك، أنت الآن في إجازة الأصل فيها، لكن هذه الإجازة إذا جينا نكيف ما نجدها أنه هي إجازة رسمية. يعني بمعنى عندما قررت اللجنة العليا إغلاق المنشآت بعض الأنشطة وكذلك تقليل من عدد الموظفين، هي لم تقرر ذلك بناء على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ما تعامل معاملة الإجازات الأعياد والمناسبات وغيرها، هي مجرد إغلاق للعمل. فحصلت إيش؟ حصل ظرف لا يمكن فيه ممارسة هذا العمل، لكن تبقى السلطة لصاحب العمل. فالعامل لا يمكن أن يطالب بهذه الفترة بأن يحصل على تعويض مثلا عنها على اعتبار أنها إجازة، لأنها ليست إجازة بقدر ما هي إيقاف للعمل أو إغلاق للمنشأة أو إغلاق لممارسة النشاط. فأنا وجهة نظري حقيقة في موضوع الإجازات أنه هي كأصل هي سلطة تنظيمية لصاحب العمل يمكن أن ينظمها، هذا جانب. وكذلك تدخل اللجنة العليا جاء يعني بشيء من الإيضاح حتى ما يترك مجال للطرفين للخلاف قدر الإمكان. لذلك هو يعني وضع حلاً وطريقاً للطرفين حتى أنه يمكن للعامل أن يستنفذ رصيد إجازاته، وبالتالي يحافظ على أجره من الاقتطاع في هذه الفترة والتي تبدأ من 1 مايو. جميل، بنجي لهذه النقطة. وفق ما أشارت به اللجنة استخدمت مصطلح التفاوض مع الموظفين لتخفيض ساعات العمل. فخلنا شوية بنطلع موضوع الإجازات، نرجع لها بعد شوية ونتكلم عن موضوع الساعات وعن مفهوم الوقت. قانون العمل العماني يتحدث عن عدد ساعات اللي يفترض أن الموظف يقضيها، يتكلم عن 45 ساعة في الأسبوع إلى آخر إلى آخر، ودائما نتحدث نحن بالساعات. هناك العديد من المؤسسات التي تعامل الموظفين بالوقت، والله انت تاخرت ربع ساعه سنخصم من مرتبك كذا، طلعت قبل الموعد بربع ساعه بنخصم من مرتبك كذا. ثم هذه المؤسسات فجاه تجد نفسها مضطره لوضع بعض موظفيها لان يعملوا من المنزل، العمل عن بعد. فمفهوم الوقت تغير، اصبحت هذه المؤسسات تتعامل مع موظفيها ليس بالوقت وانما بالجهد. السؤال يطرح نفسه أولاً،
مفهوم العمل عن بعد، ما إعرابه في قانون العمل من ناحية العمل الإضافي، سياسات ساعات العمل، لائحة الجزاءات، تقييم أداء العمل؟ ما نظرة القانون لهذه الظاهرة، ظاهرة العمل عن بعد؟ بس قبل ما تجاوب، بس ملاحظة للشباب اللي على الانستغرام، مضطرين نركب سماعات احنا علشان ما يكون في صدى بين الصوتين. تفضل دكتور سعد. نعم، جزاك الله خير بدر. انا ركبت السماعه على اساس نعم قد يكون في صدى في الصوت. طبعا جميل الحديث الان، اذا ما تكلمنا بشيء يعني بعيد عن النزاعات والخلافات وغيرها الحاصله والتفسيرات القانونيه، نتكلم ما مدى يعني تعامل قانون العمل الحالي وايش محتاج له من تطوير بمعنى ادق للتعامل مع العمل عن بعد أو العمل من المنازل أو مهما كانت تسميته. عدة نقاط تحيط بهذا الجانب. النقطة الأولى في مسألة تقييم أو اعتماد ساعات العمل، على أي أساس تعتمد ساعات العمل؟ إذا أنا اليوم عندي العامل مثلا طلبت منه اجتماع من الساعة مثلا 8 صباحا لحد الساعة 10، وبعدين خلاص هو ترى في البيت وجالس وراح بعد شوية عنده اجتماع من الساعة 2 لحد ساعة 4، وبعد ذلك يمكن عنده اجتماع آخر ودوامه المفترض أنه ينتهي الساعة 3، فيعني أصبح التقيد بمواعيد العمل غير موجود أو غير منضبط. قد تكون هناك اجتماعات مسائية، قد تكون هناك اجتماعات أو يكون لازم يتوفر أونلاين في وقت مسائي أو يوم من أيام الإجازة الأسبوعية. قانون العمل العماني الحالي اعتمد في مسألة حساب ساعات العمل على معيار جدا دقيق، هو لم يعتمد على المعيار المكاني ولا المعيار الزماني، ما قال ساعات العمل هي التي تحدد زمانيا من إلى مثلا، ولم يحددها كذلك بأن ساعات العمل هي الساعات التي يقضيها العامل في مكان العمل، لا، هي كيف على أساس أو عرفها أن ساعات العمل تعتبر الساعات التي يقضيها العامل تحت تصرف وإدارة صاحب العمل. فإذا هذا المعيار الواسع يمكن استخدامه وهو معيار حقيقي، لأنه حتى في النظام السابق كان ممكن يكلف العامل بعمل مسائي، قد يكون هذا العمل يعني حضور اجتماع مثلا في ستاربكس، أو قد يكون هذا العمل ذهاب إلى مشوار معين بنقل أغراض أو غيرها من الأمور. فلذلك لم يقيده بوقت، هذا الاجتماع ممكن يكون مسائي، ممكن يكون من الفجر، ممكن يكون يقطع مشوار معين ويقضي فيه عدد من الساعات، فربطه بأن يكون تحت إدارة وإشراف صاحب العمل. فمتى ما توفر هذا الشرط اللي هي شرط الإدارة والإشراف، تعتبر هذا الوقت هي وقت ساعات للعمل. لذلك يعني كيف نعرف هذه الإدارة والإشراف؟ نعرفها بشيء بسيط ومستخدم، أنه متى ما استطاع، يعني أنا اليوم في اجتماع بتكليف من صاحب العمل، صاحب العمل ممكن يتصل فيه ويقول يقطع هذا الاجتماع ويرجع، هذا يدل على إيش؟ على أنه يمارس سلطة الإدارة والإشراف، وبالتالي هذا الوقت يعد ساعات عمل. ما يعني أنا شال ملفاتي ورايح جالس في مقهى وجالس أراجع بعض الأشياء والأعمال تعتبر هذه الأوقات هي ساعات عمل، لا، طالما أنه لم تكن هناك أي نوع من أنواع الإدارة والإشراف. إذن ساعات العمل دكتور بعد هذه الأزمة، عندما تعود المياه إلى مجاريها، هل تتوقع أن في تغيير بيكون لنظرة رب العمل تجاه مفهوم الوقت هنا، أم أن ستعود المياه فعلا إلى مجاريها مثل ما كانت بالضبط؟ هل تتوقع تغيير؟ ونحن في انتظار مراجعة قانون العمل، هل ترى أن القانون يجب أن يفصل في مفهوم العمل من المنزل هنا، أن يفصل في مفهوم الوقت؟ ماذا عن العقد النفسي؟ لأن هناك الكثير عن الحديث عن العقد النفسي، هناك عقد مكتوب نعم، ولكن هناك أيضا psychological contract، عقد نفسي بيني وبين رب العمل، في أشياء أقوم بها أنا خارج إطار 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 العمل، ولكن في المقابل أتوقع من رب العمل أن يقدم لي بعض التنازلات، فهي منفعة مشتركة نوعا ما. ما توقعك للقانون الجديد
ومدى شموليته لهذه التغييرات؟ نعم، لاحظ معي انه سبحان الله الاشكاليات يعني هي تخرج بنتائج، وخير الناس من يتعلم دائما او يخرج من اي اشكاليه بنتائج قد تفيده. يعني اليوم احنا فرض علينا تجربه العمل عن بعد. كنا سابقا يعني بعض الشركات تمارس هذا الامر ويتفاخروا بانهم يمارسوا العمل عن بعد او عقد اجتماعات اونلاين او غيرها، وتظهر يعني كانه انجاز وكانه شيء مميز. اليوم فرض هذا الامر وفرض تجربته على الجميع في نفس الوقت. لذلك يجب بداية أن يكون هناك شعور بالاقتناع عن تطبيق هذا النظام، كذلك أن يواكب القانون هذا النظام. أنا أعتقد أنه الشكل القادم للقانون وحتى للإدارات في التعامل مع مستوى الإنتاجية وليس بحساب ساعات العمل. يعني احنا نشوف ان قانون العمل العماني يتكلم عن 9 ساعات عمل في اليوم، وان العامل الذي يتأخر 15 دقيقة سوف يقتطع ذلك من أجره في المرة الأولى، يحصل على إخطار أو إنذار، المرة الثانية يبدأ الاقتطاع وبعد ذلك تضاعف، وهناك العقوبات وغيرها. كل هذا لأنه كان النظام يعتمد سابقا، رغم أن القانون نتكلم عن قانون يعني نتكلم عن قانون جامد يتعامل مع الأشخاص على مختلف أطيافهم مختلف ثقافاتهم، لكن رغم ذلك كذلك لا نجد العديد من الممارسات يعني اللي نسميها اللي تعتمد على نظام الساعات المرنة إلا قليلة أو قلة من الشركات التي اقتنعت بذلك، رغم أنه هذا الأمر يحقق العديد من القفزات الإنتاجية في الشركة، يعود بمنافع عديدة عليها. كذلك اليوم ممكن نقيس كفاءة الموظف وإنتاجيته بناء على ما قدمه من أعمال وليس بناء على الوقت الذي يقضيه في العمل. لذلك أنا أعتقد أنه ممكن أن يكون هناك يعني مواد تتكلم عن الساعات المرنة وعن عملية حساب الكفاءة والإنتاج عن طريق احتساب مثلا نقاط معينة ممكن يقضيها العامل أو يقوم فيها في عمله باليوم. أما ربط المسألة فقط بالساعات يعني هي مسألة أصبحت تقليدية، واليوم يعني الجميع جرب هذا النوع من الأعمال، والتي أنا أعتقد أنها حتى جابت بنتائج إنتاجية أفضل من الجلوس على مقاعد المكتب وضياع الوقت في كثير من الأشياء والتحضيرات التي قد لا تحتاج. أما فيما سألتني النقطة الأخرى يتعلق بالعقد النفسي أو هو ما نسميه احنا يعني الانتماء المؤسسي أو محاولة، ويدخل كذلك في مجال آخر قد يكون محور من محاور حديثنا اليوم اللي هو موضوع التفاوض. يعني التفاوض اللي أشارت له اللجنة العليا وأتاحت لصاحب العمل التفاوض مع العمال، بلا شك أنه هذا التفاوض لن ينجح ولن يأتي بثمار إلا إذا كان هناك نوع من المشاركة المسبقة، نوع من الانتماء المؤسسي الموجود لدى العمال، والذي يعني اليوم يعتبر ورقة رابحة عند الشركات التي اهتمت بهذا الجانب سابقا. هل هنا نتحدث عن النقابات العمالية، عن دور الاتحاد؟ نعم، النقابات العمالية طبعا كذلك يعني النقابات العمالية هي حديثة كذلك النشأ، يعني نشأت في عمان في 2006. تطبيقاتها يعني فرضت نفسها حقيقة وبقوة، ونجاحات كبيرة قامت فيها النقابات، لكن في المقابل إذا ما تكلمت بشفافية يعني هناك الكثير من إدارات الشركات اللي ما مقتنعة أصلا بوجود نقابات لديها، ما مقتنعة بدور حقيقي للنقابة، وهذا أمر قد يكون فرضته الحداثة أو أنه وجودها الجديد، وقد يكون الأفكار السلبية الموجودة عند طبقة أصحاب الأعمال. ولكن الآن هذه فرصة لهذه النقابات أن تظهر الوجه الحقيقي للنقابات في عدد المؤسسات. بالعادة سابقا أن النقابات هي المتحدث الرسمي باسم الموظفين، ومعظم الأوقات هي المطالب بمنافع إضافية للموظفين، ولكن مع ظهور هذه الأزمة كانت النقابات هي من بادر
بالتوجه لإدارات الشركات وتقول لهم نحن جاهزون للتعاون، لأن أي ضرر يلحق بالمؤسسة فهو ضرر يلحق بالموظف في المقام الأول، بل أن في الفترة ما بين صدور البيان الأول للجنة العليا الخاص بعدم تسريح العمانيين والبيان الأخير الخاص بالتفاصيل، اتحاد العمال كان يبذل جهد كبير تجاه الشركات التي كان يصنفها الاتحاد، يصنفها على لسانه بأنها مؤسسات مخالفة، وكان يقوم بدور الميدييتر او خلينا نقول لك المصلح ما بين موظفي هذه الشركات ووزاره القوى العامله، وفعلا نجح في اعاده عدد كبير من الموظفين الذي تم تسريحهم خلال الازمه. هذه فرصه مواتيه للانتقال بالنقابات من الفكره الاساسيه او الحاليه اللي هي المطالب بمنافع اضافيه الى مرحله الشراكه. ما رايك في هذا؟ نعم، حقيقة النقابات مثل ما قلت قبل شوي هي يعني فرضت نفسها وأصبحت أهميتها يعني يوم بعد يوم تزداد. وإذا ما تكلمنا يعني مثل ما قلت أنه أصبحت ورقة رابحة للشركات التي كانت تقتنع بوجود نقابات أو تدخل مع هذه النقابات بشراكة حقيقية. اليوم يعني النقابة إذا شاركت مع المؤسسة في صنع قرار معين بلا شك انه سوف يعني يكونوا معهم متعاونين جدا، يقتنعوا بمساله الشراكه للخروج من ازمه مثل هذه الازمات. ومثل ما ذكرت اخي بدر انه يعني دور النقابات لا يقتصر فقط على المطالبه بحقوق، او الحقوق يعني محفوظه بموجب القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات، وكذلك هناك القضاء الذي يحمي الحقوق العماليه من اي مخالفه، لكن نتكلم عن دور شراكي حقيقي لا يقتصر فقط على ما يحصل من ممارسات سلبيه وتعسفيه داخل المؤسسه، ولكن كذلك ممكن ان يكون هذا الدور دور ريادي يتعلق بالتطوير، يتعلق بالتدريب، يتعلق حتى بمطالب أخرى على مستوى عالي بالسلطنة، لأنه هدف الطرفين واحد ويجب عليهم أن يتشاركوا في ذلك. كلما زادت إنتاجية الشركة كلما زادت امتيازات هؤلاء العمال، فلذلك عندما يعني يشعر الطرفين باطمئنان لهذه العلاقة بلا شك أنهم سوف يمضون يعني قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات التي هي غايتها أصلا الربح. إذا ما تكلمنا بشيء من الشفافية غاية أي مؤسسة الربح، ولذلك يجب أن تنصب غاية الطرفين كذلك لتحقيق هذا الربح الذي سوف يعود بلا شك بمنافع على هؤلاء العمال. هذه المنافع ليس شرطا تكون عبارة عن علاوات أو زيادة في الأجور، قد تكون كذلك منافع تدريبية، منافع في يعني زيادة مزايا معينة إضافية. خلينا الحين بنجي الى موضوع استخدمت كلمه التفاوض على اعتبار ان اللجنه جابت هذه الكلمه، ان الشركه تتفاوض مع موظفين تخفيض الاجور في مقابل تخفيض ساعات العمل. ولكن هنا عندنا مشكلتين. المشكله الاولى ان هناك الكثير من الموظفين منازلهم، فكيف سيتم تخفيض ساعات العمل؟ لأنه لا يمكن قياس ساعات العمل، هم يعملون في المنازل أصلاً. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعض هذه الشركات، وخلنا نفترض أن إحدى هذه الشركات اضطرت أن تخفض عدد المتواجدين داخل المؤسسة بنسبة 50% اتباعاً لتعليمات اللجنة العليا ومنعاً للتحدث. الخمسين اللي بقوا في داخل المؤسسة اضطروا أن يضيفوا ساعات عمل ليتأكدوا أن عمليات المؤسسة، خاصة تلك المؤسسات التصنيعية اللي لا يمكن لعملياتها أن تتوقف، ثم تأتي المطالبة بتخفيض رواتبها مقابل تخفيض الساعات. أليس هذا تناقضا نوعا ما؟ لا، الحقيقة أنا يعني ما أراه تناقضا، لكن دائما علاج الإشكاليات التي قد نسميها يعني الخروج من هذه الإشكاليات التي قد تكون صعبة حقيقة
الموازنة فيها. احنا نتكلم عن أمر استثنائي، أمر يعني ألقى بظلاله، أثر جدا على الاقتصاد، أثر جدا على مستوى أداء الشركات، كذلك على الحكومة يعني أن تعي دور، وهو ما قامت فيه حقيقة في محاولة لدفع هذه الشركات وإنقاذها من الدخول إلى مغبات يعني الإفلاس، مغبات التصفية، الإعسار وغيرها من الأمور التي قد تؤثر على هذه الشركات أو حتى على مالكيها. فلذلك تأتي الحلول دائما يعني إنقاذية لأنها استثنائية أصلا. خلينا نتكلم بشيء من التفصيل عن هذا البند، بند تخفيض الأجور. بند تخفيض الأجور كما شرعته يعني اللجنة العليا مستند على 5 شروط، حتى يعني لأنه أصلا تخفيض الأجور هو أمر استثنائي لم يرد به نص في قانون العمل العماني، لا سابقا ولا يعني لا القانون القديم ولا القانون الحديث. هذه الشروط، أول شرط أن التخفيض يتم بناء على تفاوض. بمعنى إيش يعني التفاوض؟ يعني اتفاق من الطرفين، طيب، والتفاوض ينتج عنه عقد. ثاني شرط أن التخفيض يكون لثلاثة أشهر فقط. أما ثالث شرط أن يبدأ تطبيقه من 1 مايو. ورابع شرط أن يستنفذ العمال رصيد إجازاتهم السنوية التي تكلمنا عنها سابقا. أما الشرط الخامس تخفيض ساعات العمل، واللي هو أنت سألتني عنه. إذن هذه الشروط الخمسة كلها تحيط بموضوع بسيط جدا، هو ما نسميه بسيط حقيقة، لكن يعني تحيط بمسألة جدا في غاية الأهمية، هي مسألة تخفيض الأجور. فالمشرع في هذه الحالة لم يترك الأمر يعني عبثا لإدارة الشركات أو للتطبيق التعسفي أو العشوائي، حط له هذه ال5 شروط. إذا ما تكلمت عن موضوع التخفيض ساعات العمل، واللي هي صحيح محل تساؤل، كيف أنا أخفض ساعات عمل وأصلا هو العامل في البيت؟ هنا طبعا يقصد المشرع إيش؟ يقصد إنه الشركات تختلف. بعض الشركات يتطلب منها تقليص عدد العمال، هي تعمل لكن بعدد عمال أقل، فيمكن تدور الدائرة لمناوبة شخص معين في إدارة أنه يشتغل في الأسبوع أو في 10 أيام يوم واحد فقط، طيب، فإذا هو الحصيلة الأسبوعية اللي مفروض يعملها 45 ساعة هو عمل يوم واحد فقط وباقي الأيام ولا يعمل فيها. إذا هذه حالة من حالات التخفيض. كذلك حتى يعني لفظ التخفيض ساعات العمل يشمل حتى انه يعني انه العامل لا ياتي الى العمل او حتى لا يقوم بالعمل، يعني بمعنى انه ما يشتغل هذه الايام كلها، هذا يشمل موضوع تخفيض ساعات العمل. جميل. دكتور، خلينا ننتقل الى موضوع مختلف نوعا ما، موضوع لربما لم يتكلم عنه الكثير ولكن وصلتنا استفسارات عنه. أولا فقط إشارة إلى الأصحاب في الإنستغرام، ندرك أن هناك نوع من الصدى، الفعالية كاملة سيتم وضعها على اليوتيوب من مايكروسوفت تيمز، فتسمعوا الصوت كاملا على اليوتيوب، تقدركم تتابعوا هناك. دكتور، البيان استخدم كلمتين، وهذه لازم نكون واضحين لأنه أعتقد نستخدم عندما يتعلق الموضوع بالعمانيين. البيان قال السماح للمؤسسات بتسريح العمانيين في المؤسسات المتوقفة، سماح متروك الأمر، ولكن عندما أتى الموضوع إلى الوافدين جاءت كلمة حث الشركات. بعض المؤسسات ممكن تأخذ هذه باعتبار أن هذه التعليمات عليا ل سؤال، ما موقف قوانين العمل الدولية في هذا الموضوع؟ أن خلال هذه الأزمة حكومة دولة توجه مؤسسات القطاع الخاص بتسريح الوافدين، ما نظرت قوانين دولية، قوانين حقوق الإنسان من ناحية أخرى؟ لو تم تسريح هؤلاء كيف سيتم ترحيلهم؟ بالأمس تم ترحيل 330 عامل من ما أقول عائن، هم سجناء من جنسية معينة، ولكن هذا لو نزلاء سجون، ولا ما ممكن نتكلم عنهم ونقارنهم بموظفين أن تقوم بالتسريحهم، كيف سيتم ترحيلهم؟
هل دولهم خلال هذه الفترة ستقبل به؟ جمهورية الهند صدرت قرار من المحكمة العليا بأنها لن تستقبل مواطنيها العائدين من دول أخرى. النقطة الثالثة على نفس المحور، هذا الوافدين إذا تم تسريحهم سيكون عبء على المجتمع، إذا ما عندهم دخل سيلجؤون للجريمة. فما قولك تجاه هذه الكلمة وهي كلمة حث المؤسسات لتسريح الوافدين؟ نعم، التصحيح بس أخي بدر، بالنسبة للقوى العاملة العمانية البيان جاء بعدم إنهاء خدمات القوى العاملة العمانية، ونعم ذكر البيان حث على ترحيل القوى العاملة الغير عمانية نهائيا، والسماح جاء للقوى العاملة أو للأصحاب العمل بإنهاء عقود القوى العاملة الغير عمانية أو غير العمانيين حتى بعد سداد جميع مستحقاتهم. إذا بالنسبة للقوى العاملة العمانية والعمانيين جاء البيان بعدم إنهاء عقود عملهم، وهو يتسق حقيقة مع القانون. مسألة الحث، ولنتكلم يعني إذا جاءت إجابتي بشكل عام على جميع النقاط اللي ما شاء الله ضفتهن أنت فيما يتعلق بنظرة المنظمات الدولية والحقوق الدولية فيما يتعلق بحقوق الأجانب العاملين في عمان. المسألة يعني قد تأخذ أبعاد عديدة. إذا ما تكلمنا أول شيء عن مسألة وجود القوى العاملة الغير عمانية في بلدنا، النظرة القانونية وتعامل القانون بمختلف فروعه، طبعا القانون العماني يتعامل مع الأجانب على أنهم آتون للعمل من أجل عقود مؤقتة، فلذلك ما عندنا احنا نظام الهجرة مثل ما موجود في كثير من الدول، ما عندنا تلك الأنظمة التي يعني يترتب عليها الإقامات الدائمة فيما يتعلق بعقود العمل، هي فقط عقود مؤقتة، وعلى هذا الأساس يتعامل معها القانون. لذلك هذا العقد المؤقت أو العمل المؤقت وإن كان هو عقد غير محدد المدة، ولكن يتعامل معه القانون على أن هذا الأجنبي ولم يأتي هنا للهجرة أو للإقامة الدائمة أو للجوء أو غيرها من الأمور التي يعني موجودة في كثير من الدول الأوروبية. إذا ما تكلمنا طبعا عن مسألة نظرة المنظمات الدولية لهذا الأمر، المنظمات الدولية تحرم أو مسألة العمل العنصرية والعمل القسري والجبري، وكذلك عدة مبادئ فيما يتعلق بهذا الجانب. موضوع العنصرية إطلاقا لا يتوافق مع موضوع أن يكون للدولة خيار مميز لمواطنيها، وهذا حق طبعا، حق سياسي ودستوري موجب النظام الأساسي بحماية المواطنين، وكذلك هذا معمول فيه بكثير من الدول، وما أعتقد أنه يتعارض، وما أرى يعني بحسب دراستي أنه يتعارض مع النظرة الدولية لمسألة التعامل. اليوم كانت الخيار جدا صعب ما بين طرفين، عندنا يعني مسألة تقليل القوى العاملة في هاي الشركات، شركات صغيرة والمتوسطة وحتى اللي أعلى من المتوسطة التي تأثرت تأثر بالغ من إغلاق أعمالها، كان الخيار جدا صعب. لذلك يجب أن يكون هناك خيار معين، إذا ترك الأمر متاحا ومبهما قد يطال الأمر العمانيين وغير العمانيين. فكان الخيار يعني أو الكفة متسقة حقيقة مع حماية الدولة لمواطنيها، ولذلك دعاهم القانون إلى الإبقاء على القوى العاملة العمانية، وفي المقابل حتى لا يشكل هذا الأمر يعني ضرراً بالغاً فوق ما هم متضررين، سمح لهم. وحث، مسألة الحث هي ليست على سبيل الوجوب، إنما الحث جاء لترحيل القوى العاملة نهائياً، القوى العاملة الغير عمانية، بمعنى أنه إذا انهيت خدمات عامل معين يجب أن ترحله ترحيلاً نهائياً، لا أن تبقيه هنا في البلد. فهذه دعوة لهم وعلى سبيل الإلزام بأنه أي عامل غير عماني تم إنهاء خدماته أن يتم ترحيله ترحيل نهائيا. حقيقة تفضلت أنت كذلك وذكرت نقطة جدا مهمة، هي صدور قرار أو حكم من المحكمة العليا في الهند بعدم السماح لمواطنيهم من الدخول في هذه الفترة إلى أراضيهم. يعني هذا الأمر يمكن الحديث
عنه يخرج حتى عن النطاق القانوني لأنه مرتبط بأمور سياسية، لكن كان بيان معالي الشيخ وزير القوى العاملة في ذلك أنهم يسعون بالتنسيق مع السفارات من أجل استقبال القوى العاملة الغير عمانية لمن هي خدماتهم أو ممن يتطلب الأمر ترحيلهم من أجل إقامات غير مشروعة أو ضبطهم مخالفين. جميل دكتور، سؤال أخير من جهتي أنا، وثم سألت إلى الأسئلة. عندي حوالي 10 أسئلة أو أكثر من 10 أسئلة حالياً. ننظر بالتفصيل إلى البيان الأخير مرة ثانية، نرجع إلى البيان الأخير. البيان الأخير كان مفصل جداً، ولو تركت بعض الأمور عائمة نوعاً ما. إحدى نقاط البيان أنها تسمح لقوى عاملة أو مؤسسات بتوظيف أو تشغيل موظفين قوى عاملة من مؤسسات أخرى بناء على عقد مكتوب بين المؤسستين، وعلى على عقد مكتوب، وممكن هذا العامل ينتقل من هذه المؤسسة إلى هذه المؤسسة بشكل مؤقت كنوع من التسهيل. السؤال يطرح نفسه هنا هو ما تبعها؟ هناك التغطية الصحية، هناك اختلاف المخصصات المالية، اختلاف سياسات، كيف سيتم التعامل مع هذا؟ عفوا بدر، الصوت ما واضح بس كأنه شوي انقطع عندي. عفوا، بس عن ايش كان سؤالك؟ اوكي، نرجع الى البيان. البيان فصل كثير وتركت بعض الامور عائمه نوعا ما. لناخذ على سبيل المثال موضوع السماح لمؤسسات معينه تشغيل قوى عامله لمؤسسات اخرى معها بناء على عقد مكتوب كنوع من التسهيل، ولكن ماذا يترتب على هذا؟ ننظر الى التامينات، ننظر الى الغطاء الصحي، ننظر الى المخصصات الماليه، سياسات الموارد البشريه، كيف سيتم التعامل مع هذا كله؟ نعم، مسألة نعم السماح يعني مثل ما ذكرت هي مجموعة من الحلول حقيقة اللي تعالج هذه الإشكالية. مثل ما تعلم أنه بيوجد لدينا عمال، وحقيقة وجد بسبب إغلاق هذه الشركات بدون عمل، وهذا الأمر يعني كان يجب من معالجته من عدة أوجه. قد يكون من الجانب ما يتعلق بالعمل، رسمت هذه اللجنة طريقا معينة لمعالجة بقاء بعض العمال بدون أعمال، وكذلك وجود ضغط على بعض الشركات أكثر من ما كان عليه سابقا. أنت شايف اليوم في كثير من القطاعات صار عندها نشاط كبير بخلاف النشاطات الأخرى، منها النشاطات التموينية والاتصالات وغيرها من الشركات المرتبطة بالعمل والتي يعني زاد عليها الطلب في هذه الفترة، فتحتاج إلى قوى عاملة أو زيادة من العمال. الآن القانون بهذه الطريقة سمح لما يسمى بالسب كونتراكت أو العقد من الباطن ما بين الشركات حتى إيش تستعين منها ببعض الخدمات والتي هي على شكل أيدي عاملة. موضوع تأجير العمال يعني خرج عنه البيان لأنه أمر يعني غير جائز قانونا أن يتم استئجار عمال، وهو كذلك مخالف للقانون. لا يمكن أن أشغل عندي عامل يعمل في شركة أخرى، لذلك القانون يعني يمكن هذه خطوة استباقية حتى لا يكون هناك عشوائية في التشغيل أو الاستعانة بالعمال الباقين بدون أعمال، فأتاح لهم هذا الطريق حتى إيش يقطع باب العشوائية المخالفات القانونية، وفتح لهم مجال إنه أن يكون هناك اتفاق بين مؤسستين حتى تستعين هذه المؤسسة من المؤسسة الأخرى بمجموعة من العمال لأداء خدمة معينة، فالاتفاق يكون لأداء خدمة. فيما يتعلق بحقوق العمال طبعا وامتيازاتهم والتأمين الصحي وغيرها من الأمور، هو أمر مرتبط طبعا بصاحب العمل الأصلي، وكذلك هو المسؤول أمامهم فيما يتعلق بتراخيص العمل وتجديدها
والتأمين الصحي وغيرها من الأمور، وذلك طبعا مقابل قد يكون مبالغ مالية يحصل عنها من الشركة الأخرى. جميل. ناخذ بعض الأسئلة من الشباب هنا. سالم الشهومي يسأل، وسؤاله مهم جدا، ولربما الإجابة عليه قد لا تكون قانونية بحيث بقدر تدريجية نوعا ما. ما هي الإجراءات التي يمكن للمؤسسة اتخاذها لكي توازن بين حماية الموظفين وضمان استمرارية العمل والإنتاج؟ كيف ممكن لهذه المؤسسة أن توازن؟ إذا حافظت على الموظفين ممكن هذه المؤسسة تصل إلى مرحلة الخسارة المالية والإفلاس، ولتنقذ أنفسها ممكن تضطر للتخلي عن بعض الموظفين أو لاستقطاع الأجور إلى آخره. إيش أفضل الإجراءات اللي يمكن اتخاذها حالياً؟ نعم أخي بدر، مثل ما ذكرت أنت في بداية حوارك أنه كنا إحنا عندنا الكثير كثير من الاستفسارات والتوضيحات، وسبحان الله جاء هذا البيان ووضح العديد ورسم طريق مناسب جدا ومتاح لأصحاب العمل، وفر عليهم العديد يعني من الإشكاليات التي كانت مبهمة حقيقة. اليوم الطريق أصبح نوعا ما واضح، هناك العديد من الحلول. بشكل مختصر وكأنه البيان يعني ينصحهم في حالة وجود هذا التأثير والإغلاق، ببداية بإنهاء عقود القوى العاملة الغير عمانية، وكذلك أعطاهم كثير من التسهيلات والدعم وفتح باب القروض لهذه المؤسسات التي يمكن أن تعالج هذا الأمر. إذا ما تكلمنا عن حماية الموظفين، الأصل في القانون أنه حمى العامل من عدة أوجه، من حماية هذا الأجر وحماية مستحقاته وبقائها. لذلك عندما تكلم البيان عن موضوع التفاوض ولم يترك خيار تخفيض الأجور بيد طرف دون الطرف الآخر، وإنما عالجه بأن يكون بناء على تفاوض. لذلك تصبح المسألة وتعود بأن تكون تشاركية، وهي اليوم حقيقة يعني أثبتت موضوع التفاوض اللي هو أصلاً مقر عندنا من 2006، وما كان كثير من الشركات تؤمن فيها وتقوم بهذه العملية لعدم إحساسهم بأهميتها. اليوم أصبح هذا موضوع المفاوضة الجماعية يفرض نفسه في كورقة رابحة عند هذه الشركات التي بدأت في موضوع المفاوضة. لذلك يعني أشيد حقيقة بهذا البيان الذي لم يترك الأمر مرجح لكفة دون كفة. ومثل ما قلت البيان جاب عدة حلول، قد لا تكون حلول جذرية ولكنها حلول جدا مناسبة، على الأقل يعني فتحت المجال أمام هذه الشركات حتى تحافظ على أنفسها من الخسارة من الوقوع في إشكاليات، وتحلهم عدة نقاط، بداية من تشريح خدمات القوى العاملة الغير عمانية، كذلك نقطة أخرى البدء في استنفاذ رصيد الإجازات، وعندما يتكلم عن الإجازات ليس الإجازات السنوية فحسب، وإنما كذلك يعني الإجازات اللي المتراكمة كرصيد عن الأعمال الإضافية أو بدل الأعمال كان يقوم بها هؤلاء الشركاء العمال. والنقطة الأخيرة تخفيض. دكتور، بما أننا نتكلم عن إجازات، في شخص يسأل يقول إذا أنا ما عندي رصيد إجازات وما أريد أطلع إجازة بدون راتب، هل ممكن للشركة أن تخصم من رصيدي للسنة القادمة؟ نعم، موضوع التفاوض الآن متروك، وكذلك موضوع التخفيض من الأجور. موضوع الإجازة بدون راتب غير مطروح حقيقة، لكن يبقى الأمر اتفاقا بين الطرفين. هو لم يطرح البيان موضوع الإجازة بدون راتب، وكذلك قانون العمل العماني لم يطرح هذه الخيارات إجازة بدون راتب، لكن طرح مسألة تخفيض الأجور بعد استنفاذ رصيد الإجازات السنوية. موضوع أن الواحد ممكن يستنفذ من رصيده للأعوام القادمة، أعتقد أنه كذلك طالما أن الأمر تفاوضي فالأمر يبقى محل لتفاوض الطرفين لاتفاقهم. يمكن الميزة اللي يمكن الواحد يخرج فيها الإجازة السنوية أن يحافظ على أجره كاملا
دون أي استقطاعات قبل أن يدخل في هذه الاستقطاعات. نعم دكتور، تكلم عن تفاوض، وبالتالي هناك تفاوض مجدي، ولكن ماذا عن الشركات التي ليس لها نقابات؟ التفاوض يكون مع كل شخص. لنفترض انه 99% من الموظفين وافقوا و 1% ليسوا موافقين على هذا. موظف ما عنده رصيد اجازات سنويه، لا يملك رصيد اجازات سنويه، وما يريد يخفض من راتبه او ساعات العمل، هو رافض لهذا تماما. هل يمكن للشركه اتخاذ قرار حتى ولو كان هو رافض لهذا الامر؟ ثم هل هناك تسلسل معين للاجراء نبدا بهذا بشكل عمومي؟ المفاوضة طبعا هي بحد ذاتها علم، يعني حتى أصبحت كثير من الجامعات تدرس كتخصص للمفاوضة. المفاوضة طبعا لها عدة أنواع، إذا ما تكلمت بشيء من التفصيل البسيط يعني عن موضوع أنواع المفاوضات، هناك عندنا يمكن نوعين رئيسيات، نوع المفاوضة الاندماجية والمفاوضة التوزيعية. المفاوضة الاندماجية عندما يلتقي طرفين ويتشاركوا لصنع قرار معين يخدم الطرفين. بلا شك العلاقة العمالية قائمة على مصالح متضاربة، بمعنى يعني صاحب العمل عندما يزيد في جزء من مزايا العمال ويجد في ذلك نقص في أرباحه، في مقابل نفس الشيء العامل عندما يحقق مكاسب معينة بالنسبة له، مكاسب مادية أو مكاسب في تخفيض عدد ساعات العمل، فصاحب العمل يجدها في مقابل أنها هي انتقاص من أرباحه. لذلك إذا كانت المفاوضة التوزيعية كل طرف يجد لنفسه المصلحة في ذلك فلن يصل إلى حل، بالعكس تستمر هذه المفاوضة وتصل إلى حلول مغلقة قد تؤدي إلى التقاضي، تؤدي إلى الإضرابات وغيرها من الأمور التي لن تصل إلى اتفاق. أما المفاوضة الاندماجية هي أن الطرفين يبحثوا لكل مشكلة عن حل معين يخدم الطرفين. لذلك بمعنى أن صاحب العمل لو طرح أمر يتعلق بزيادة ساعات العمل يمكن يقابله اتفاق من عن طريق مفاوضة من العمال بزيادة مزايا معينة يحصل عليها العامل، فهذه هي تسمى المفاوضة الاندماجية، عندما يلتقي الطرفان لتحقيق أمر ينعكس إيجابا على مصالحهم في العمل وعلى الغاية من المشروع بشكل عام. لذلك المفاوضة أصبحت يعني أمر مهم. سؤال طبعا بالتحديد عندما سألتني عن موضوع النقابات، هناك صحيح العديد من الشركات التي ليست بها نقابات عمالية. هذه الشركات اليوم حسب بيان معالي الشيخ في المؤتمر الصحفي، معالي الشيخ وزير الشؤون العاملة. دكتور لو اقاطعك بس ممكن تروح الانستغرام مره ثانيه لاني اكملنا ساعه فبنحتاج ان نسجل مره ثانيه، بس تدخل على الانستغرام وراح اضيفك مره اخرى. اعذرونا لانه الانستغرام يعطينا ساعه ومن ثم يحتاج عدلا. بس انتظرك تدخل سيتم اضافتك. اوكي تمام. عذرا على المقاطعه، اكمل دكتور. نعم، بالنسبه للمفاوضه يجب ان تتم بين صاحب العمل وبين مجموعه العمال عن طريق ممثلهم واللي هو النقابه العماليه. لذلك من غير المتصور انه ياتيني عامل واحد ويقول انا ما موافق على هذا النظام واريد هذا النظام. المفاوضة هذه غايتها أن توفر للطرفين سهولة معينة عن التفاوض. صاحب العمل ما مضطر يجلس مع كل عامل على حدة ويتفق ويتفاوض معه على حدة، لا، يكون التفاوض عبر ممثليهم عبر النقابات العمالية التي تمثل جميع العمال وتمثل حتى غير المنضمين للنقابة، وبعد ذلك يتم الاتفاق ويوقع كعقد عمل جماعي ينظم هذه المسائل. قد يكون التغيير في نظام العمل أو غيرها من النقاط، ومنها هذا مسألة التخفيض الأجور. لكن الشركات اللي ما عندها نقابات عمالية تحال إلى
اللجنة المشكلة طبعا ممتاز ممتاز. موسى السيابي يتحدث عن بقاء الموظف في المنشأة بدون الرجوع للمنزل. إذا تذكر دكتور، قبل صدور هذا البيان، قبل أسبوع أو قبل 10 أيام تقريبا، صدر بيان خاص بالمناطق الصناعية والمناطق الحرة لتغيير نظام العمل، بحيث ان الموظفين يعملون كمناوبات، الموظفين الاداريين يعملون من المنازل، يتم تحويل المكاتب الى مساكن للعمال، بحيث ان العامل عندما تنتهي مناوبته يتوجه الى المكتب ليقضي فيه راحته، سواء كانت يوم او يومين او 4 ايام وفقا لنظام مناوبه، ثم يعود للعمل. الفكره على ان الموظف يبقى داخل المؤسسه لحمايته من عدوى الفيروس، ولكن في هذه الحالة أنت حرمته من العودة إلى المنزل. هذا الوقت ألا يعتبر وقت عمل إضافي؟ ألا يتم تعويض الموظف عن هذا الوقت الذي قد يبدو كأنه إجازة، ولكن هو داخل المنشأة لم يخرج منها؟ كيف يتم التعامل مع هذا الموقف؟ والله حقيقة بدر، يعني هذا السؤال يحتاج إلى بحث حقيقة، ما بستطيع أعطيك إجابة يعني شافية. إذا بنتكلم عن عموميات يعني ما أستطيع أجاوب عن هذه الحالة إذا ما تكلمنا عنها، لأنها قد تكون قضية يعني بحد ذاتها، فتحتاج إلى بحث وإلى حكم من المحكمة. لكن بشكل عام سألت أنت يعني الوقت الذي يقضيه العامل في الاستراحة وفي السكن وما يذهب إلى المنزل، طبعا يختلف تقييم هذا الوقت. اذا كان مثل ما قلنا ساعات العمل يكيف في القانون على انه الوقت الذي يقضيه العامل تحت تصرف واداره صاحب العمل. اليوم اذا تكلمنا عن هذه الحاله، هل هذا المنع من الذهاب الى المنازل كان بامر من صاحب العمل او بامر من الجهات المختصه والتي اتاح لها القانون، قانون الامراض المعديه، اتاح سلطات استثنائيه لهذه اللجنة العليا انه تصدر قرارات، تعزل مناطق، تمنع اشخاص من الخروج وغيرها وغيرها من الامور التي مرتبطة بحالة يعني بحالة استثنائية واللي هي حالة الوبائية هذه. فهل هذا الامر صادر من صاحب العمل ام هو صادر من اللجنة بناء على حماية هؤلاء العمال؟ على هذا الاساس يكيف، وهذا باختصار يعني. إذا هل تصدر بيان بهذا الموضوع، أم أن وزارة القوى العاملة يجب أن تصدر فتوى أو بيان توضيحي؟ لأن هذا الموضوع بدأ ينتشر بكثرة خاصة في الشركات المناطق الصناعية والمناطق الحرة. جميل جميل، نعم أنا أعتقد أنه يجب أن يصدر بيان لتوضيح عملية التعامل مع هؤلاء العمال في عملية صرف علاوة معينة لهم أو بدل معين نظير بقائهم في مواقع العمل، وكذلك هل لذلك دواعي طبية استثنائية؟ يجب كذلك أن يكون هناك بيان يصدر بشأنهم في مسألة منعهم من الخروج والدخول. وبعدين لا ننسى أخي بدر أن الأمر كذلك مرتبط يمكن بأمر آخر، اليوم أصبح التنقل بين المحافظات غير متاح، فيعني الموضوع له أبعاد حقيقة. لذلك أنا قلت يعني أتكلم بعمومية، لا أستطيع أن يعني أبدي رأي في قضية مثل هذه بدون الاطلاع على تفاصيلها وجوهرها، لأن قد تحتاج إلى حتى إلى بيان واضح. بس جميل دكتور، بس عندنا ربع ساعة وننهي البث، فبنحاول إنه نخلص أكبر قدر من الأسئلة. عندي مجيد الجابري يسأل إن هل هناك سقف معين لنسبة استقطاع في حالة تقليل ساعات العمل؟ الموضوع طبعا متروك للتفاوض، ولكن هناك علاوات معينة كانت تعطى بسبب عمل الموظف، مثل علاوة سيارة على سبيل المثال، لكنها لا يستخدم السيارة للحضور للعمل الآن. مثل هذه العلاوات، هل هذه العلاوات تدخل في نطاق التفاوض، أم أن للشركة الحق في استقطاعها دون تفاوض؟
بلا شك أنه هناك بعض البدلات التي تصرف من أجل غاية معينة، هذه الغاية إن لم تتحقق فما في داعي لصرفها. مثال على ذلك، مثلا شخص كان يصرف له مثلا بدل طعام، طيب لما يكون في العمل، لكن طالما توفر ذلك الطعام فأصبحت المناسبة من صرف هذا البدل غير موجودة بسبب توفر الطعام كأساس. كذلك بدل السكن مثلا، عندما يتوفر السكن من قبل صاحب العمل فلا داعي له. هذا فيما يتعلق بالبدلات. أما العلاوات، يعني العلاوات تكون محل للتفاوض، لأنها هي حق أساسي للعامل، لا يجوز كأصل الاقتطاع منه، لذلك هي متروكة الآن للتفاوض. إذن العلاوات المعروفة، علاوة النقل، العلاوات المتعارف عليها متروكة للتفاوض، بينما البدلات الخاصة بالوظيفة والخاصة بالمؤسسة لا تدخل في نطاق التفاوض. اتفقنا على هذا؟ نعم. أوكي. مجيد يسأل، كيف المؤسسة تثبت للوزارة أنها متضررة؟ إيش الإثبات اللي ممكن تقدمه؟ خلنا نكون واضحين، هي المسألة ليست إثبات للوزارة بحد ذاتها كوزارة اليوم، لأن الوزارة ليست طرف في التفاوض، هي تكون طرف للشركات التي ليست بها نقابة عمالية. لكن مسألة التأثر، خلنا نتكلم عن نقطتين. أول نقطة، الإجازات السنوية ما محل التفاوض، هي حق أصبحت لصاحب العمل مثل ما كانت سابقا بناء على السلطة التي لديها والسلطة التنظيمية، تمام. فتطبيق الإجازات السنوية ومختلف أنواعها للعامل في هذه الفترة للشركات طبعا المتأثرة. اليوم إذا نفترض أنه طبق على أحد العمال أو مجموعة من العمال هذا البيان من شركة أبدا ما متأثرة أو ما طالها الإغلاق أصلا، فبالتالي هذا الأمر يخضع لرقابة القضاء. إذا ادعوا العمال على أن الشركة غير متأثرة، على الشركة أن تثبت هذا الأمر، تثبت أنها متأثرة أمام القضاء. فهمت علي؟ أما موضوع التفاوض، نعم، هو الذي يعني يحتاج إلى إثبات عندما يطرح الأمر على طاولة التفاوض ما بين صاحب العمل وما بين العمال، فعلى صاحب العمل أن يثبت هذا الأمر أنه متأثر في ذلك. جميل. ماذا عن تغيير طبيعة العمل، تغيير جوهري لطبيعة العمل؟ موظف يعمل وظيفة معينة بسبب الأزمة الحالية، طلب منه أن يقوم بالعمل بوظيفة ثانية، هل هذا يجوز في ظل هذه الظروف؟ هل يمكن اعتبار هذه الظروف مرة ثانية ظروف قاهرة تسمح للمؤسسة بالقيام بهذا؟ تغيير العمل طبعا مربوط ومرهون بعدة نقاط. أول شيء، لا يختلف اختلاف جوهري بين العمل السابق والعمل الحالي، إذن هو جائز وبشكل مؤقت بشرط أنه لا يختلف اختلاف جوهري. وإيش يعني الاختلاف الجوهري؟ ما يعني تكون نفس الوظيفة، لا، يعني إذا واحد كان يعمل في الإدارة فأنا ممكن أكلفه بعمل مشابه لكن على المستوى المهني أو الوظيفي اللي كان يعمل فيه. ما ممكن أنا عندي مدير اليوم وشغله سائق مثلا، أو أكلفه بعمل الحراسة، أو يعني في مستوى آخر أو في مستوى فني مختلف، يمكن هو كان تقني وأكلفه بأعمال يعني قد نكون تتطلب مجهود بدني وغيرها. فالاختلاف الجوهري هذا هو المقصود فيه، وبالتالي نعم جائز تكليف العامل بعمل آخر مختلف في حدود المستوى الوظيفي، وكذلك أن يكون بشكل مؤقت. دكتور، طبعا بعد أن يتم الاستقطاع، سواء كان الاستقطاع حدث في العلاوات أو في الراتب الأساسي، سواء بشكل دائم أو بشكل مؤقت، كيف يتم احتساب نسبة التأمينات 7%؟
تحتسب ما بعد الاستقطاع أم ما هو حالي؟ حسب نوع الاستقطاع، لأنه طبعا عندما ترك الأمر للتفاوض هناك عدة أنواع ممكن تكون فيها الاستقطاع. قد يكون هذا الاستقطاع بشكل مؤقت ويعود إرجاع هذه المبالغ، يمكن التفاوض يخرج بهذه النتيجة أنه أنت استقطعوا هذه 3 أشهر مثلا 10% ولا 20% من الأجر مقابل أنكم ترجعوهن في الأشهر الباقية من السنة، لذلك سيظل الأجر كما هو. لكن لو افترضنا أنه هذا تم التفاوض على الاستقطاع بدون إعادة لهذه المبالغ، نعم المفترض أن يعامل الأجر عن الشهر نفسه، وقد تنخفض هذه النسبة لأن محسوبة على الأجر الذي يستلمه العامل، ولا يمكن طبعاً أن تعامل معاملة الأجور السابقة. هل في ظل هذه الظروف هل يجوز للمؤسسات إصدار سياسات عمل جديدة، لوائح تنظيمية جديدة، مراجعة لوائح التنظيمية دون موافقة الوزارة؟ بالنظر لنفترض أن مؤسسة قامت بمراجعة لوائحها وتريد البدء بالعمل الجديدة، ولكن في ظل الظروف الحالية لا تستطيع الحصول على موافقة الوزارة، هل تستطيع العمل بها في ظل الظروف الحالية أم يجب أن تحصل على موافقة الوزارة؟ لا طبعا، أي تعديل للائحة نظام العمل يجب أن يكون بموافقة من الوزارة، وأنا أعتقد إذا اليوم هم عندهم أي تعديل فهذا التعديل لا شك سوف يمس هذه الفترة. لذلك البيان قال لتوضيح معظم النقاط التي تمس العلاقة العمالية في هذه الفترة ما يتعلق من إجازات وغيرها من أمور. فالأمر إذا كان موجودا في كلائحة يمكن الاستناد إليه بند في اللائحة، أما إذا كان خارج عنها فلا يمكن أن يتم تعديل اللائحة طالما أنه التعديل هذا لم يتم اعتماده من وزارة القوى العاملة بموجب طبعا المادة 28 من قانون العمل. دكتور حسين الصواعي سأل سؤال أنا رديت عليه على الخاص، اللي هو إذا عقد عملي مثلا ينتهي بنهاية هذا العام ومنحت رصيد إجازات سنوية على اعتبار أن عقدي سينتهي بنهاية العام، ولكن تم بسبب الظروف الحالية تم إنهاء عقد عملي، هل يمكن مني الاستفادة من هذا الرصيد الممنوح، رصيد الإجازات؟ هل يدخل ضمن حقوق نهاية الخدمة أم أنه يسقط باعتبار أني لم أكمل المدة أم أنها أيضا مملوك للتفاوض؟ لا، الإجازة حق أساسي، رصيد الإجازات وهو حق تراكمي، بمعنى أنه العامل من أول شهر يدخل في رصيده، لكن استخدامه يكون بعد مضي 6 أشهر الأولى من بدء العمل. فلو نفترض أنه عامل عنده اشتغل مثلا شهرين عنده رصيد إجازات لكن ما يقدر يستخدم هذه الرصيد، ولكن إذا حصل إنهاء خدمة فالمفترض أنه يدفع له مقابل لهذه الإجازات. القصد أنه 30 يوم التي تمنح، 30 يوم التي تمنح، هل هاي 30 يوم تمنح للمدة، هل هي لسنة كاملة أم أنه إذا هو استقال أو تمت إقالته هل المتبقي من الرصيد سنة كامل هل هذا يبقى حق له أم أنها يسقط عنه باعتبار أنه لم يكمل تلك السنة؟ وحنا لا نتكلم هنا عن سنته الأولى، نتكلم عن سنة الثانية وسنة الثالثة هنا. لا، ما هي مثل ما خبرتك الحساب رصيد الإجازات تراكمي، تمام، وكذلك ما يحسب بالسنة الميلادية، يعني يحسب من بداية تعاقد. إذا واحد دخل عندي في شهر 6، نعم، فتبدأ حساب عن كل شهر 2.5 يوم، إذا كانت إجازته السنوية بموجب العقد 30 يوم فكل شهر 2.5 يوم تحتسب في رصيده، وهكذا وتراكميا. لذلك هو لو استقال ولم يكمل سنة بلا شك أنه يحصل على الرصيد الأقل حتى وين استقال بعد الشهر الأول، المفترض أنه يحصل على بدل.
حالية، وهو تم إن الشركات بمنح رصيد مقدم لسنة كاملة، منح رصيد مقدم لسنة كاملة وهو لم يستخدمه بعد، وتم إقالته مثلا في الشهر السادس. في الشهر السادس، هل هذا يعني أن 15 يوم من رصيده تسقط بالنظر إلى أن الشركة هي من أقالته نظرا للظروف الحالية؟ والله صحيح هذا، لأن أنا فهمت يعني السؤال، يعني إذا مرتبط بموضوع استخدام استنفاذ رصيد الإجازات. طبعا البيان جاي يتحدث عن استنفاذ لرصيد الإجازات، ولذلك أنا جاوبت على سؤال يعني من باب أنه ممكن يتفاوض الطرفين على استخدام رصيد الإجازات للعام القادم، ولكن هذا الاستخدام بلا شك انه يكون خروج عن الاصل، لانه الاصل انك انت تستخدم الرصيد اللي عندك، ما تستخدم لرصيد اصلا لم يوجد بعد او يوجد مستقبلا. لذلك التعامل دائما مع الاستثناءات يكون في حدودها فقط، فاذا كان اذا خرج العامل بعد ذلك فيمكن الاتفاق على انه يعيد جزء من هذه المبالغ لانه استنفذ هذا الرصيد بدون وجه حق. شكرا شكرا دكتور. هناك الكثير من الاسئله، جاوبنا على كثير منها، بعض الاسئله تم الاجابه عليها، امضينا ساعه وربع في حوار شيق جدا 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 مع الدكتور اسعد. نعتذر للاصدقاء المتابعين على الانستغرام، ان شاء الله هذا البث كاملا اللي هو بث مايكروسوفت تيمز سيكون على اليوتيوب، تقدر انكم تطلعوا عليه كامل. ساعه وربع ناقشنا اعتقد قرابه 20 سؤال سالتك راني، يعني يعني الاسئله كانت كثيره. أشكر جميع المشاركين، أشكر جميع المتابعين، طبعا نقدم شكر كبير للدكتور أسعد الحضرمي عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية ومحاضر قانون بكلية الزهراء. شكرا لجميع عمان الموارد البشرية لمثل هذه الفعاليات، موضوع قانون العمل وأزمة فيروس كورونا. الجميل أن البيان الأخير وضح الكثير من الغموض، وهناك الكثير من حزم التسهيلات اللي ما تطرقنا لها المقدمة للقطاع الخاص، وقد يكون لها جلسة خاصة المؤسسات الصغيرة المتوسطة. دكتور أسعد، كلمة أخيرة منك للمتابعين قبل أن ننهي هذا البث. أنا أعتقد أن اليوم الأمر متروك للطرفين، يعني المشرع في البيان ترك العديد من الخيارات القانونية التي حاول من خلالها حماية طرفين لكل متضرر من هذا الوباء. حقيقة اليوم الطرفين على محك، يعني في مسألة التفاوض، مسألة الحفاظ على المؤسسة. اليوم أنا يعني عندي خيارين، أني أخسر مؤسسة من السوق والتي قد يعني تنقطع أعمالها وتنقطع الجميع العقود العمل ويسرح جميع العمال بسبب إغلاق هذه المؤسسة، أو الخيار الآخر بأني أضع أمامي العديد من التسهيلات التي تخدم الطرفين. الحكومة حاولت أن توازن، منحت العديد من التسهيلات، منها التسهيلات للعمال العمانيين الذين يتم تخفيض أجورهم، من تأجيل لسداد الأقساط، من تأجيل لسداد الفواتير، وكذلك بطاقة الدعم الوقود وغيرها من الامتيازات. كذلك لا ننسى الغاية الأهم، واللي هي حفاظ على الاقتصاد بشكل عام وحماية هذه المؤسسة التي يعمل فيها هؤلاء العمال. لذلك دائما المصلحة الأعم تقدم على المصلحة الخاصة. نعتقد على القوى العاملة العمانية، أخواننا وزملائنا، نحن كلنا عاملين في هذا القطاع، أن يعوى أهمية هذا الأمر، أن يعني يكونوا يعني أكثر دراية ووعيا في مسألة التفاوض وأهمية هذا التفاوض، وأن يكون ذلك الأمر يعني منصبا لحمايتهم قدر الإمكان للخروج من هذه الأزمة بأقل من الأضرار، حتى يعني يستمر هذا المركب الذي يتشارك فيه الطرفين الهموم والأرباح. وأنا أعتقد أنه هذا الأمر سيؤدي بلا شك مستقبلا بأن يكون محل تقدير، محل اهتمام من صاحب العمل
وكذلك من هذه الحكومة التي حاولت قدر الإمكان أن تترك المجال متاحا بيد الطرفين للخروج بأقل الخسائر. شكرا مرة أخرى دكتور سعد، أشكركم جزيلا على حسن المتابعة، نراكم لاحقا في فعاليات أخرى، نتمنى أن نراكم وجها لوجه، نتمنى أن يكون هناك لقاء رمضاني كما عودتنا أشرم، لا أدري إذا كان هذا سيحدث هذا العام أم لا، إن لم يحدث لا شك أن سيكون هناك لقاءات على منصات هذا الفضاء الحر سواء على مايكروسوفت تيمز او على بقيه وسائل التواصل الاجتماعي. اشكركم مجددا، والبث كامل ستجدوه على اليوتيوب وعلى بقيه وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا، مع السلامه.